بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حسين بن يحيى. اليوم أقوم بنمذجة مجسم قام طلب مني أحدهم القيام به، يعني ممكن كريكوست للقيام بعمل هذا المجسم داخل برنامج زيبرش، وهو عبارة عن تمثال أو ممكن مثل التروفي أو الكؤوس أو الدروع التي يتم تسليمها في المناسبات أو للزينة. هذا هو الصورة التي قام بإرسالها لي للقيام بعمل نموذج ومجسم له داخل الزيبرش. طبعا أحببت تغيير أسلوب الفيديو إذ أنني لم أسجل كامل عملية النحت والتصميم فيه من أجل أن لا يكون الفيديو طويلا ومملا، فأحببت فقط التركيز على النقاط المهمة داخل العمل والأساليب المستخدمة للقيام بالعملية. هنا أقوم بنمذجة سريعة، طبعا قمت بتفعيل الدينامش وسوف أقوم عفوا بتفعيل الدينامش بعد قليل والقيام بعمل الشكل الرئيسي أو البيس فورم للمجسم الموجود. هنا طبعا ألغيت خاصية السيمتري إذ أنني أرى أنه المجسم الموجود أمامي غير متماثل. هنا أقوم بعملية سكتش سريعة لأهم الأماكن والنقاط الموجودة داخل هذا المجسم، أي عملية سكتش سريعة ونحت، وأقوم بأخذ البيس فورم أو البلوكينج، أقوم بعملية بلوكينج لهذا المجسم. من العمليات المهمة للقيام بأي نموذج هو الأخذ بالمجسم أو الشكل الرئيسي العام وترك التفاصيل طبعا إلى الأخير. هنا أقوم بعملية ماسكينج فقط للقيام بتحديد هذه المناطق الموجودة بالوسط هذا المجسم. طبعا البراشز أو الفرش التي أستخدمها بكثرة هي الستاندرد والكلي بيلدر والتريم دايناميك حاليا في هذه العملية، وبعض البوليشنج بالاتش بوليش. اتش بوليش طبعا السموث، السموثينج من الفرش المهمة. استخدم احيانا السترونج سموث في عمليات السموثينج القوية اذ ان السموث العادية لا تقوم عملية سموثينج بشكل سريع بالنسبة لي. هنا قمت بعملية بينشينج لهذه الزوايا لاعطائها حدة. الآن أصل إلى مرحلة مهمة تماماً في هذه العملية، وهي عملية الطرح من المجسم الموجود أمامي، إذ أنني قمت بعمل سلندر عادية هنا، أقوم بتصغيرها وتحجيمها لعمل الحفرة الموجودة في منتصف الشكل الموجود بالمجسم كما ترون. طبعاً عند تفعيل خاصية الدينامش والضغط على واختيار برش من الـ IMM أو البرش الخاصة بالإنسرت، والقيام بالضغط على Alt ثم رسم الشكل المرغوب فيه، عند القيام بعملية Control والسحب على الشاشة يقوم بعملية الطرح من المجسم كما نشاهد هنا. أقوم بعملية التنعيم للحواف إذ أنه ليس من الطبيعي أن تكون الحواف حادة. هنا أيضا عملية مهمة جدا وهي تحديد Poly Group. عملية البولي جروب هنا أو المجموعات اللونية داخل الزيبرش مهمة لعملية البوليشينج فيما بعد. إذا أنني أحدد الآن أهم المناطق التي سوف تكون فيها الشكل عندي حاد، نلاحظ كما هو موجود في الصورة الموجودة في المجسم الموجود عندي أن الحواف هنا تكون حادة داخل المنطقة البيضاء المحددة باللون الأبيض. إذا أنا أقوم بتحديد بولي جروب لهذه المنطقة وأيضا بولي جروب آخر للدائرة الموجودة بالوسط. طبعا أنا لم أقوم بعملية الرأس الموجودة بالأعلى، ولكن نفس العملية يجب أن أقوم بعملية بولي جروب أيضا للفتحة الموجودة بالوجه. إذا عملية تنظيف وتنعيم للماسك. هنا تلاحظون قمت بعملية
البوليجروب. الآن أقوم بعملية الزيري ميشر. الزيري ميشر في هذه المرحلة مهمة تماماً لأنني أريد تلاحظون بعد القيام بعملية الدايناميش أحصل على مجسم ذو ريزولوشن فيه كبير جداً وغير مناسب للقيام بعمليات الموف والتعديل بشكل أدق. تلاحظون هنا عند عملية الزيري ميشر أعطاني مجسم بتوبولوجي نظيف تماماً. نلاحظ التوبولوجي الموجود نظيف تماماً على عكس وفارق الدايناميش إذ أنه هاي دنس وذو كثافة عالية جداً يصعب التحكم فيها في المرحلة هذه من عملية التويكينج البسيطة والتعديل البسيط. أقوم هنا بعملية تنعيم للمجسم. هنا الخطوات النهائية التي أقوم بها قبل القيام بعملية البوليشينج النهائية. إذ أنني سوف أقوم باستخدام الآن هنا البوليشينج البوليش باي فيتشر. البوليش باي فيتشر تلاحظون الآن قام بتنعيم الشكل الموجود عندي وفق البوليجروب الذي قمت بتحديده. طبعا هناك درس سابق لي موجود على قناتي الخاصة تشرح هذه العملية بالتفصيل لمن أراد الذهاب ومراجعة الدرس السابق الذي قمت فيه بهذه العملية. أقوم هنا بعملية توضيح للديتيلز أن عملية الزيري ميشر قامت بحذف بعض التفاصيل التي قمت بإنتاجها، ولكن بما أنه لدي مجسم الآن نظيف وتوبولوجي نظيف جدا فإن عملية إضافة الديتيلز هنا عملية سهلة جدا. هنا أقوم بعمليات التعديلات الأخيرة إذ أنني أحاول مقارنة المجسم الموجود عندي بالصورة النهائية، فأقوم بتعديلات أخيرة. علينا ألا نخشى يعني حتى في هذه المرحلة إذا لاحظنا وجود أي تغيير أو اختلاف في الشكل الموجود لا البعض يخاف في هذه المرحلة من القيام ببعض التعديلات والتغييرات. لا مشكلة أبدا مع الزيبرش في التغيير حتى وإن وصلنا إلى مراحل متقدمة. أقوم هنا تسطيح المسطح الموجود وسوف أقوم بإرسال المجسم بعد قليل لعملية الإكساء داخل الكي شوت. إذا أنني انتهيت لم أقم بعملية الرأس هنا إذ أن العملية هي نفسها تماما في عملية الرأس. هنا أقوم بتحديد مجموعات ماتيريالز خاصة لإعطاء ألوان مختلفة داخل الكي شوت للمجسم الموجود أمامي. لاحظ هنا داخل الكي شوت أصبحت لدي مجموعات مختلفة لإعطاء مواد مختلفة للمجسم الموجود عندي. وهنا أحصل على الناتج النهائي للمجسم الموجود عندي بحواف حادة وناعمة في نفس الوقت. هنا فقط قمت بعمل مسبق لنفس المجسم، اللهم فقط غيرت من البوز أو الوضعية الخاصة بهذا التمثال إذ أنني جعلته ينظر إلى الأعلى بشكل أكثر وأعلى إذ أنني وجدته يعطيه نوع من الغموض والجمالية في هذه الوضعية. وضعية طبعا التمثال الحقيقية كانت أكثر رزانة وهدوءا. هنا الصورة النهائية طبعا بعد القيام بعمل أكثر داخل برنامج الكي شوت لإعطاء المواد واقعية أكثر من ناحية اللمعات ومن ناحية المناطق التي يتجمع فيها الأوساخ وغير ذلك، إذ أن مرحلة المواد هي مرحلة مهمة جدا لإضفاء الشكل. أرجو أن يكون هذا الدرس سريع وطريقة الدرس مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.